مين فيكم يقدر يقول لي ايه هو افضل نظام تمرين؟ اكيد بوش بول ليج. مش محتاجه كلام، اكيد نظام البرو سبليت، عضله واحده في اليوم. طب ما تقول لنا انت يا كينج ايه احسن نظام تمرين؟ للاسف مفيش حاجه اسمها افضل نظام تمرين، وكل مسميات التمرين اللي انت بتشوفها دي لا تعني اي شيء، وحتى اتباعك لنظام تمرين معين مش لازم يبقى بنفس الريتم، مش لازم تمشي على البوش بول ليج، عادي ممكن تمشي ليج بوش بول. مفيش قران في المواضيع دي، مفيش حاجات ثابته. ولذلك لو جيت تبص على انظمه المتدربين عندي هتلاقي مسميات غريبه جدا عمرك ما شفتها في حياتك، والوهله ممكن تفتكر ان اللي انا له دعك وان انا ما بعرفش ولا ليا في تصميم الجداول التدريبيه، ولكن هتتفاجئ ان ده جهل منك انت. جدول التمرين المفروض يخدم على عيوبك انت ومتطلباتك الشخصيه واحتياجاتك. قبل ما بعمل جدول تمرين لاي لاعب جديد لازم بعمل له حاجه اسمها نيدز اناليسز، بمعنى ان انا بحلل احتياجات اللاعب ده، هو محتاج يتطور في ايه، ايه عيوبه الجينيه، ايه العضلات الضعيفه عنده، ايه العضلات القويه عنده. كل ده هيخليني اقدر احط له الجدول المناسب ليه هو شخصيا. جدول مخصص ليه بيركز على عضلاته الضعيفه، هنكون موزعين الفوليوم فيه بشكل كويس جدا، هنحط اكتر فوليوم للعضلات الضعيفه، وهنلعب مينتنانس فوليوم للعضلات القويه، لان انت مش هينفع تلعب فوليوم عالي في كل العضلات ولكل المجاميع، لازم في حاجه هتاخد من حاجه تانية. وبالتالي ما ينفعش شخص يجي لي يكون عنده عضله الشيست ضعيفه وعضله الكتف قويه جدا واروح حاطط له فوليوم عالي لعضله الكتف وفوليوم قليل لعضله الصدر. كده انا ما بفهمش ولا بعرف تصميم جداول بربع جنيه. ولكن الصح ان بعد ما نعمل تحليل لاحتياجات اللاعب ده، وده بيبقى شيء اكسل موجود عندي كده بكتب فيه كل احتياجات اللاعب ده، بكتب فيه عدد ايام التمرين اللي هيلعبها، هل عنده اصابات، هل في تمارين مكروهه، العضلات القويه، العضلات الضعيفه، بوزع الحمل التدريبي فيه وبحسب فوليوم التمرين لكل عضله فيه، وبحاول ابدا باقل فوليوم ممكن نلعبه للهايبرتروفي والبناء العضلي. فممكن تلاقي عضلات هو قوي فيها هخليه يلعب العضله دي بفوليوم من 6 الى 10 مجاميع في الاسبوع، وهتلاقي ان في عضلات هو عنده عيوب جينيه فيها بنضطر ان احنا نزود الفوليوم ده. مش مشكله لو كانت عضله صغيره واخده فوليوم اكتر من العضله الكبيره. فتره الضخامه بره عند الغرب بيسموها بالامبروفمنت سيزون او فتره التطور، وعلشان تتطور لازم تركز على نقاط ضعفك. وبس كده الفيديو خلص، لو عجبك يا ريت تسيب لايك وكومنت.